أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو هاشم من جدة يقول ويسأل عن مقتضى كلمة لا إله إلا الله. مقتضاها معناها أولا، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن العبد يخلص العبادة لله عز وجل فلا يشرك معه أحدا في عبادته، لأن الله خلق الخلق لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته، وهذه العبادة يرجع نفعها وخيرها إليهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عبادتهم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذه العبادة أجرها وخيرها ونفعها عائد إلى العبد، ومن رحمة الله جل وعلا أنه أمر بعبادته لا لحاجته إليها، وإنما لحاجتنا نحن إليها، فهذا فضل منه سبحانه وتعالى علينا. نعم.